أهلا بكم مشاهد الكرام. في هذه التغطية سنركز معكم حول العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين المحتلة وآخر التطورات الميدانية، وأيضا قراءة سريعة ومركزة لما تفضل به سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وتحليل دقيق لما حصل في الساعات الأخيرة من مواقف على مستوى الميدان وكذلك على مستوى الساحات ومستوى الوضع السياسي. رحبوا معي بالأستاذ عباس الجبوري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ عباس. وأيضا عبر سكايب من فلسطين الأستاذ إسماعيل المقدسي الباحث بالشأن السياسي. أهلا بك أستاذ إسماعيل. نتوقف في فاصل ثم نعود. غزة عنوان فخر. غزة عنوان صبر المجاهدين وثباتهم. غزة في عوائلها، في أطفالها، في شيوخها، في شبابها تمثل عزنا جميعا، عز العرب، عز المسلمين، عز الأحرار، عز المستضعفين. ويجب أن نبقى مع غزة وندعم غزة ونحرص على أن تبقى قوية وفاعلة ومؤثرة. غزة عنوان فخر، ويجب أن نعتز بهذا الفخر ونحافظ على هذا الفخر ونحمي هذا الفخر. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ معك أستاذ عباس الجبوري. بداية، كيف قرأتم تاريخ 7 أكتوبر؟ ماذا يمثل في الواقع السياسي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ سرمد ولضيفك أستاذ اسماعيل وقناتكم الموقرة. يعني تعرف صار تقريبا سنة كاملة عن أحداث ومعركة طوفان الأقصى، سنة كاملة، والعدو الصهيوني بآلته وبجبروته وبالسمعة التي اكتسبها من الخارج بأنه الجيش الذي لا يقهر، سنة كاملة وإلى الآن هو لم يحقق أي منجز من الأهداف التي رسمها قبل سنة كاملة. القضاء على حماس وإرجاع الأسرى الإسرائيليين لسنة كاملة، ولا زال هذا الكيان المنحل الزائل عاجز عن استرجاعهم سنة كاملة، وهذه الآلة وهذا الجبروت أصبح صغيرا أمام ضربات المقاومة في حماس، ولا زالت حماس وبعد سنة على مرور طوفان الأقصى لا زالت بالكيفية نفسها، ولا زالت بالروحية التي تقاتل بها منذ 7 أكتوبر وإلى الآن. وما شاهدناه يوم أمس من عمليات مؤثرة وصلت إلى تل أبيب الكبرى واستهدافي لغلاف غزة دليل على أن حماس لا زالت في المواجهة مع الكيان الصهيوني. طوفان الأقصى الذي رسم سياسات جديدة، الذي أفشل مشروع كان يراد منه أن يكون واقع حال في المنطقة لولا 7 أكتوبر. طوفان أقصى جديد وضع معادلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة قبال هذا العدو المدعوم دوليا، وحتى للأسف الشديد حتى المؤسسات الدولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة متماهية مع غطرسة وإرهاب هذا الكيان الصهيوني. أنا أعتقد لا زالت محور المقاومة بشكل عام، ولا زالت حماس بشكل خاص قادرة على إيقاع الضربات الموجعة، قادرة على أن توجه ضربات قاسية ونوعية ومؤثرة ليس في الآلة العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في غلاف غزة، لكن حتى المستوطنات القريبة والبعيدة من غزة لا زالت تستهدف من قبل حماس. هذا يدل على أنه كل ما تم إعداده وكل الجيوش التي جيش ضد غزة وكل الدعم الدولي سواء كان الفاعل السياسي الأمريكي أو الغربي والمؤسسات والمنظمات الدولية المتماهية مع هذا الإجرام لا تستطيع أن تتقدم قيد أنملة من إنجاز كل هذه الأهداف اللي رسمها. أستاذ عباس، هنالك أكثر من 42 ألف شهيد و100 ألف جريح وتدمير كبير لقطاع غزة، تقريبا 80% دمر. أستاذ سرمد، من 1948 والمقاومة الفلسطينية تحمل على عاتقها الجهاد والقتال والدفاع عن هذه الأرض. من 1948 ولا زال الفلسطينيين يقدمون القرابين والشهداء والضحايا في سبيل الخلاص من هذا الكيان المنحل. هم يقاتلون ويدافعون عن أرضهم، عن عرضهم، عن مقدساتهم، عن مشروعهم، عن متبنياتهم. فضلا عن العمليات الإرهابية و
هذا الكيان المنسلخ البعيد عن القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية باستهدافه للمدن السكنية للأطفال للنساء، قطعا سيكون هناك تضحيات، قطعا ستكون هناك يعني أعداد بالشهداء. بهذا العدد اليوم وصل 41,900، وصلنا إلى 42,000 شهيد، لكن القضية تستحق. القدس يستحق، والمسجد الأقصى يستحق، وفلسطين أيضا تستحق، لكن بالنتيجة هذه التضحيات هي ستعبد الطريق للانتصار، سترسم الطريق والأمل وتباشير النصر للخلاص من هذا الكيان. وأنا أعتقد بهذه التضحيات وبهذه الدماء الكبيرة التي أريقت والتي شاهدناها تتساقط أمام عيون العالم، أمام عيون دعاة الديمقراطية والحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان، أنا أعتقد جازم بأن هذه الدماء وبهذه الأعداد الكبيرة تباشير النصر ستكون قريبة، وانهزام هذا الكيان قريب بإذن الله تعالى. لماذا يقصف هذا الكيان الغاصب المدنيين العزل بهذه الطريقة المجنونة والوحشية؟ هل هو يعبر عن يعني تخوفاته من، أو يعتبر هذه المعركة معركة مصير، بالتالي يجب أن يقصف بهذه القوة حتى يعيد توازن أو يعيد التوازن إلى المنطقة بشكل آخر؟ أيضاً الكلام صار علناً، شرق أوسط جديد، يعني هو الآن الكيان الصهيوني، لو أن السؤال طرح للوسائل الإعلام ليس للكيان نفسه، هل استهداف المدنيين انتصار نوعي تكتيكي استراتيجي لآلة عسكرية؟ هل استهداف البنى السكنية والمستشفيات والأنرو وغيره هو نصر يعتبر لهذا الكيان؟ استهدافي للمواطنين العزال وللمستشفيات ولدور العبادة والمناطق السكنية هو فشله بأن يقضي على القوة الكبيرة الموجودة في حماس، هو لم يحقق شيء، أهدافي لم يحققها، لا من خلال القضاء على حماس، لا من خلال استرداد الأسرى الموجودة لدى حماس، فلذلك هو ذهب بالضغط على حماس من خلال استهداف بيئة وجمهور حماس. هو يستهدف الناس العزل علّه يضغط على المقاومة أن ترضخ، أن تستسلم، أن ترجع، أن تتراجع، أن ترفع الراية البيضاء قبال ما يقوم به العدو الصهيوني. لكن كل هذه التفاصيل وكل ما يقوم به العدو أعتقد يعني غيرت نوعا ما أو أعادت لشعوب العالم لبعض الأنظمة وما شاهدناه من الحكومة الإسبانية والنرويجية وغيرها من الدول، وما شاهدناه من تحرك لأول مرة يعدد من محكمة لهذه الدول لأول مرة تتحرك وتضع معاقبة الكيان الصهيوني على طاولة المحكمة الدولية. هذا لم نشاهده قبل، ولا نشاهد هذه الدول ترفض وتستنكر وتستهجن ما يقوم به الكيان الصهيوني، على اعتبار أن هذه الدول هي منظومة واحدة اسمها المنظومة الغربية. طوفان الأقصى رسم وسيرسم لمعادلة جديدة لأوسط شرق جديد ترسمه المقاومة ومحور المقاومة، ليس المحور الذي رأينا فيه نتنياهو في 9 أكتوبر قال عندما انبرى لوسائل الإعلام وقال سأرسم شرق أوسط جديد، لم يتحقق هذا. وحتى في معادلة مع اللبنانيين هو انتقل بعد أن فشل بالقضاء على حماس واسترجاع هؤلاء الأسرى إلى الجبهة اللبنانية سيد الكريم، ولكن أكمل بهذه الجزئية لو اتجه بعد أن فشل بتحقيق أهدافه التي كانت مرسومة وواضحة، والجيش الإسرائيلي الذي تحرك من أجلها ألا وهي القضاء على حماس واسترجاع الأسرى الإسرائيليين لم يحقق هذا بعد سنة كاملة. أين اتجه؟ إلى معركة أخرى، إلى عنوان جديد، إلى صفحة جديدة عنوانها استرجاع أو عودة العمل بعمليات إرهابية واستهداف أكثر المقاومة اللبنانية على أن يرجع المستوطنين الذين هم مهجرين داخل الكيان الصهيوني. أكثر من 150,000 مستوطن تارك لدياره لمستوطناته مهجرا داخل الأراضي الفلسطينية. بدأ بهذه المعركة على أن يرجع هؤلاء، لكن ما الذي حصل؟ تحت ضربات المقاومة واستهدافات المقاومة والعمليات البطولية التي رأيناها، بدل أن يرجع هؤلاء المستوطنين اتسعت رقعة استهدافات المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية. فبالتالي ماذا حدث؟ حدث أن يكون هناك مهجرين جدد، ومثل ما سمعناها اليوم في خطاب الشيخ نعيم قاسم قال بالحرف الواحد سيكون هناك مهجرين آخرون. فبالتالي الكيان الصهيوني بدل أن يذهب
ويقاتل ويستهدف الآلة العسكرية المقاومة ذهب باتجاه استهداف المواطنين، استهداف العزل، استهداف المستشفيات، الدور العبادة، كل هذه التفاصيل جيش. وإلا ماذا؟ هل إن 42 ألف هم كلهم في حماس، في القسام، في الجهاد الإسلامي، كلهم مواطنين عزل؟ هذا يدل على غطرسة وإرهاب هذا الكيان المنحل. طيب أين المجتمع الدولي؟ يعني هو يشاهد بأم عينيه ما يحصل للشعب الفلسطيني وكذلك ما يحصل في لبنان، لماذا لا يحرك ساكنا؟ هذا اللي احنا نسأله، هذا اللي احنا نبحث عن إجابات. أين دعاة الإنسانية؟ أين دعاة الحرية؟ أين دعاة الديمقراطية؟ أين دعاة الذين يدافعون حقوق الإنسان؟ أين هم؟ أين هم من هذه المجازر؟ أين هم من هذه الاستهداف؟ أين هم من هذا القتل الغير يعني مبرر؟ أن تستهدف بنايات، تستهدف خيام للاجئين، تستهدف خيام للاجئين. الفاعل السياسي والمنظمات الدولية للأسف الشديد غائبة، وهي بالأساس استاذ سمت تكيل بمكيالين تعمل بإزدواجه. ماذا لو أن هناك دولة من دول النامية، دولة لا ترتضي ولا ترضخ ولا تتماشى مع ما يطرحه الدول الغربية في العالم، واستهدفت منطقة سكنية، ماذا سيكون حينها؟ ستكون هذه الدولة إرهابية، ستكون هذه الدولة تستهدف للنظم، للحريات، للديمقراطية. الكيل بمكيالين والتماهي مع هذا الكيان المنحل على أساس وعلى اعتبار أنه هذا الكيان أنا أعتقد أنه قاعدة متقدمة للدول الغربية. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ إسماعيل المقدسي عبر سكايب من فلسطين. أستاذ إسماعيل السلام عليكم، إذا كنت تسمعوني. وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. نعم تشرف بكم أستاذ إسماعيل. يعني أستاذ إسماعيل، يعني كيف تقرأ المشهد اليوم على أرض الميدان بالنسبة لأبناء المقاومة الفلسطينية؟ نعم، بعد مرور تقريبا عام كامل على الإبادة التي شهدها كل أنظار العالم، هذه الجريمة التي يعني توقفت أمامها العديد من الدول واستنهضت بعض الأحرار واستنهضت بعض الشعوب، ومنهم من رفض ومنهم من التحم في محور المقاومة، وبالتالي هذا كله عكس بطبيعة الحال عام كامل من الفشل. إسرائيل في بداية الكابينت التي وضعت الأهداف أنها لغاية الآن، نحن نتكلم عن دولة التي استطاعت أن تهزم جيوشا في عام 67 في الدول المحيطة التي كانت متواجدة، نحن نتكلم عن شعب منطقة جغرافية 360 كيلو، وهذا يعني أنه لغاية الآن إسرائيل لم تنجح بأن تحقق استعادة الأسرى الإسرائيليين، استعادة الأمن، القضاء على حركة حماس، وهي الأهداف التي لغاية الأمس نتنياهو خرج وقال سنكمل المسير، وبالأمس مع الذكرى 7 أكتوبر يتم إلقاء أكثر من 15 صاروخ من بينهم 5 في وسط تل أبيب كرسالة للمجتمع الإسرائيلي عن الحرب التي تحولت إلى رئيسية في الجنوب اللبناني، وتم تحويل قطاع غزة إلى ثانوي من أجل استكمال هذه المهمة. هذا الموضوع الذي إذا لاحظنا في خلال هذه الفترة من الجحيم والمأساة من قطع المياه والكهرباء والطعام والتجويع وكل الأدوات الحربية النفسية الإعلامية والمعنوية التي استخدمت لم تهز هذا الشعب. أي نعم هناك آلام، نتكلم عن 150 ألف، هذا هو طبيعة نضال الشعب الفلسطيني المكافح المجاهد الذي بدأ منذ وعد بلفور عام 1917، والنضالات لم تتوقف بالتضحيات صعودا وهبوطا. لكن ما يميز هذه المرحلة الطوفان الأقصى أي 7 أكتوبر أنه أحدث زلزالا ليس فقط في إسرائيل بكل المستويات الأمني والعسكري والسياسي وداخل المجتمع الإسرائيلي، أيضا أحدث وقائع على فرضت نفسها على المنطقة الإقليمية وكذلك العالمي، التي أصبحت هي القضية التي هي الآن حان الوقت لقيام دولة فلسطينية بإقامة هذه الدولة وتقرير مصيرها. لكن محور المقاومة الذي يتمتع به جانب مهم جدا، هذه واحدة سيتكلم التاريخ عن إفرازاتها، ولا مرة نحن الدول العربية، دعك من موضوع الجامعة العربية، هذه جامعة يعني مجرد دعاية لا أكثر ولا أقل، هي حبر على ورق
ليست لها أي معنى لطالما لا هي تستطيع أن توقف ولا أن ترفع صوتا عاليا بإجراءات واقعية وجدية. جامعة العربية هي أداء من أدوات الصمت الذي يعطي الضوء الأخضر ما يجري في لبنان وما يجري في قطاع غزة. لكن الحقيقة التي يجب أن تقال وقليل جدا من يركز على هذا الجانب، لأول مرة نجد هناك تحالف محور وحدة ما بين عند هذه النقطة سيدي الكريم، عند هذه النقطة لو سمحت، إذا ما أردنا أن نقارن بين موقف الدول العربية وأقصد هنا الحكومات وموقف إيران في دعم القضية الفلسطينية، كيف تقارن؟ طبعا نعم سأتي عليها، وهذا يعني يعطينا لأول مرة يعني تجد هناك وحدة تلاحم ما بين الإيراني واللبناني واليمني والعراقي والسوري لأول مرة على تاريخ مدار هذا الصراع. يعني كان هناك وحدة بين سوريا ومصر في عام 59 ولم تثبت، نحن نتكلم عن دولتين، وفي عام 73 في حرب أكتوبر أيضا سوريا ومصر لكن لم تكن، كانت وحدة حرب مشتركة بينهم ضد إسرائيل. لكن أن تجد هذا التلاحم، وأريد أن أدخل بالعمق أكثر، لأول مرة التقارب السني الشيعي الذي كانت هي محطة من المحطات التغذية في المنطقة من أجل التفريق بينهم، هذا عنصر كثير مهم، التقارب الشيعي السني في الوحدة بالتفاع، وما عززه حقيقة هذا الدور لسماحة السيد الشهيد حسن نصر الله له كان دور. لهذا إسرائيل تركز على المفصل. طبعا الدور سأعطي لك، سنرجع لموضوع إيران. موضوع أولا دعنا نضع المشاهدين، الشرق الأوسط عبارة عن 18 دولة بالمفهوم الجغرافي، الآن أتكلم 15 دولة عربية منهم إيران تركيا وقبرص، هكذا التعريف الشرق الأوسط في المنطقة الموجودة، طبعا بدون الأدنى وبدون الأعلى، نتكلم عن الشرق الأوسط التي تحاول أن إسرائيل أن تفرض الهيمنة على هذه المنطقة وأن تقوم بالتغيير. وحقيقة واحد من أسباب اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله هي، وهذا هو اللي هو المدخل من بوابة العملية التي أطلقت عليها باغتياله، اسمها عملية ترتيب جديد تنطلق إلى ترتيب الشرق الأوسط، لأنه في عام 2006 أحبط هذا المشروع وأفشل هذا المشروع الشرق الأوسط الجديد. البعض يتساءل هنا من المشاهدين، ما المقصود يعني بمشروع أوسط جديد؟ مقصود في قمم أمنية، قمم اقتصادية، قمم ثقافية إلى آخره. قبل 7 أكتوبر كان الدمج الإسرائيلي بالتطبيع ناعم، بمعنى أن إسرائيل داخلة وطالعة وبتعمل وبتسوي في الدول العربية، وشوية يعني ما ضلش كل العالم يتكلم، وهنا أوروبا والعالم الغربي وعلى رأسها أمريكا أنه يجب أن يكون جسم عضوي في المنطقة. لكن 7 أكتوبر ومن إفرازاته أن منع هذا التطبيع، على الأقل يعني وضع حداً لعملية إجراءاتها وإجرامها في المنطقة، وأنه فعلاً إسرائيل لا تملك الحماية إلا فقط لولا أمريكا في المنطقة، وهذا يعطي انطباعاً للدول العربية. إذن وأريد إجابة على سؤالك، أن أيضاً لدينا إيران التي تشكل معادلة إقليمية في المنطقة، وأن فقط أنا أستطيع أن أقدم الدعم الكامل لمحور المقاومة. الفهم الإيراني مهم جداً أن نفهمه. الإيران تتعامل بطابع، أولاً طابع الكرامة وطابع السيادي، ولا تقبل أن تكون تبعية، يترفض أن تكون بهذه المنطقة جزء من عملية التبعية. هي دولة على الأرض لها يعني وزنها من حيث عضو في الأمم المتحدة وعضو في المجتمع الدولي، كذلك الأمر هي دولة لها موازينها ولها قوتها ولها أدائها. انظر ما الذي جرى بعد الحدث الذي طيب هل نستطيع القول أستاذ مقدسي، هل نستطيع القول أن في هذه المعركة الذي تحرر من الاحتلال هو فلسطين، والذي احتل هو العالم العربي المغلوب على أمره؟ نعم، وهذه حقيقة. يعني كل الدول العربية، أي نعم هم لديهم دولة ولديهم استقلال يعيشون وكذا إلى آخره، لكن هو عقليا تابع، يعني ما الذي، لا توجد إرادة مستقلة لهذا المقاومة. المحور المقاومة بمختلف الجبهات هي تريد تصويب
تصويب هذه الدول. لا يعني المقاومة العراقية، المقاومة السورية، المقاومة اللبنانية، هي لا تريد أن تقاتل شعبها ولا تريد أن تقاتل دولتها، هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام، لكن هذه الأنظمة ما زالت رجعية، هذه الأنظمة لا تستطيع اتخاذ قرارات. وبالتالي المطلوب من هذه الجماهير العربية تماما مثل الموقف اليمني والموقف الإيراني، اللي يتلاحم الشعب مع الدولة بطبيعته، هذا يعكس طابع، هذا شيء جديد لم يحدث في تاريخ المنطقة. وطوال الوقت يعني تاريخيا يعني الأنظمة الدول الرجعية بين قوسين عبر السلطة التنفيذية أي من خلال المخابرات في العربية والعالمية، لعبت دورا على قمع الشعوب واستبداد الشعوب ومنعها من النهضة أو من الوقوف لمواجهة إلى آخره. المطلوب هو تصويب هذه الدول وليس يعني إعلان حالة الحرب مع كل شعبها ودولتها، هذا غير منطقي وغير مقبول. استحوى المنطق يقول تصويب، تصحيح المسار، الوقوف بجانب أي قضية، لأنه انظر ما الذي يجري. إسرائيل التفت إلى لبنان، لماذا التفت إلى الجنوب اللبناني؟ خلينا نقول تحت بند، ولو أنه يعني دعاية أكبر من إسرائيل بأن يقول أنه هو تغيير الشرق الأوسط ويطالب بتغيير، هو دخل من هذه البوابة لأنه يعرف أن مركز الثقل ومركز المحور في المنطقة هو حزب الله. لاحظ ما الذي جرى في حزب الله في بداية أول أسبوعين، تم ضرب الهيكل التنظيمي بالمفهوم الإسرائيلي أتكلم، هم ضربوا الصف الأول والرأس الهرم ومن ثم البيئة المقاومة التي، وبالتالي عملية خلخلة، علما أن اليوم خرج للظهور للمرة الثانية نعيم قاسم وألقى كان خطابا واضحا بأن الجسد ما زال موجود. ونعم هي شكلت صدمة لبيئة المقاومة لحزب الله، لكن ما زالت حماس تعرضت في قطاع غزة لاستنزاف كبير. الاغتيالات في تاريخ إسرائيل ليس جديدا، منذ مطلع الستينات والسبعينات وإسرائيل تقوم باغتيالات مثقفين وأدباء وشعراء ومكافحين، وتقوم باغتيالهم في خارج فلسطين. طيب بسؤال أخير لو سمحت أستاذ، أعلم أنه ليس لديك وقت كثير وأنت مرتبط بالعديد من الفصائل الفلسطينية. نعم اسمح لي بسؤال أخير لو سمحت، يعني الصحف الأمريكية في قراءة سريعة ركزت على الاحتجاجات الكبيرة في مدن العالم في ذكرى مرور عام على هجوم حماس والمطالبة بوقف الدعم الكامل، وين؟ في واشنطن، لندن، ألمانيا، باريس، كلها تظاهرات خرجت لمساندة الشعب الفلسطيني وإيقاف هذه الحرب، ولكن بعض الدول خرجت بتظاهرات كبيرة وأيضا منددة بالاعتداءات الصهيونية، أوقف الحرب. لدينا معلومة هنا، هل لك أن تؤكدها لنا؟ هل صحيح أن الجيش الإماراتي يقف جنبا إلى جنب مع الكيان في هذه المعركة؟ أعتقد بأن هذا جزء منه كان يقال بأن جزء نعم من عملية الطيران كان جزء لا يتجزأ منها، وفي نفس الوقت الإمارات يقدم المساعدات الإنسانية، لكن ما تحت الطاولة باعتقادي نعم جزء لا يتجزأ من عملية ماذا؟ جزء لما حين أوقف الحوثيين موضوع البحار، ولغاية الآن عسكرة المحيطات الثلاثة، البحار الثلاثة أو من عند باب المندب مرورا إلى، وألزمتها من جيبوتي مرورا إلى باب المندب، وبالتالي ما كانت أقرب الدول، كانت أقرب الدول هي الأردن والإمارات والسعودية لنقل المساعدات التي تتم. هناك حديث يجري بشكل واضح وموسع، لكن لا يتم الحديث بشكل واضح، لكن على كل الأحوال الإمارات جزء لا يتجزأ. طيب هنا في هذه الجزئية الشعب الفلسطيني كيف ينظر إلى هذه الدول؟ ماذا يقول يعني؟ هل يتفاعل معها؟ هل هو ضدها؟ هل هو معها؟ هل هو ممتعض؟ ماذا يقول؟ عن من؟ لم أفهم السؤال. الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الآن في ظرف يعني ليس بصدد، بكل قواه الوطنية والإسلامية ليس بصدد أن يدخل في مناكفات، بأن هذا يعني يعقد المشهد أكثر. هم بصدد أن تكون هنا وحدة. نعم هناك تطبيع من بعض الدول، نحن نريد أن يكون هناك تقارب، وبالتالي الكل يطلب أن يكون هناك تقارب للشعب الفلسطيني، أن يتجنب هذا الإجرام بعينه، لا أن يدخل في موضوع مناكفة. طبعا في نهاية الأمر هو ليس موضوع مناكفة سياسية سيدي الكريم، يعني أنا أقصد أن الشعب الفلسطيني هل يميز الدول التي تقف معه في محنته؟ لم أفهم السؤال.
سألتك هل الشعب الفلسطيني يميز الدول التي تقف معه في محنته طبعاً، أم لا يهمه الأمر؟ الشعب الفلسطيني يعرف جيدا الدور اليمني، الدور العراقي، فصائل العراق، حركة النجباء، حركة كل الحركات الموجودة، الحشد الشعبي وأنصار الله وكل هذا. يعني الشعب الفلسطيني مطل ومطلع تماما على الأوضاع الإيرانية، ويعرف من هي الحركات في إيران، وطابع كل المؤسسات الدولة، يعرف في اليمن ويعرف في العراق وفي لبنان وفي كل هاي التفاصيل، يعرف من معه ومن صديقه ومن عدوه، ويعرف من يقف خلفه تحت الطاولة وفوق الطاولة، ودول المطبعة التي تعمل وتقيم علاقات حتى في ظل خضم الحرب الموجودة، وبالتالي حتى في تركيا وعلاقات تركيا. هذه مسألة يعني مفهومة أصبحت وواضحة، لكن أحيانا في خضم الحرب، يعني على سبيل المثال، حركة حماس ليست معنية بصدد أن تدخل في مشاحنات، وخاصة أن هناك وقائع وحساسية، لكن تقال دائما عبر البيانات بعينها للدولة التي تتنافق والتي تتآلب على الشعب الفلسطيني على حسابه في البضائع والتجارة والصناعة، على حساب الدم الشعب الفلسطيني. وهذا قيل بأكثر من مناسبة، يعني أعطي لك مثالا، قيل بأكثر من مناسبة صواريخ الاعتراض التي تم اعتراضها من قبل الأردن، يعني بشكل واضح وبشكل علن، يعني حتى المؤسسات الإسرائيلية قالتها بالإعلام. هناك دول عربية ساعدتنا وامتازت وقالتها على الملأ، وهناك دول عربية ساعدتنا في الاعتراض لكن لا تريد أن تكشف نفسها. كل هذا يعني معروف أصبح الآن للجميع، من الذي يتآمر ومن الذي يعني يقف على الحياد، أو من يقف على الجانب إلى آخره. وبالتالي يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني هذا أيضا معروف سياسيا وميدانيا ومعروف لكل القوى. لكن بكل الأحوال انظر على سبيل المثال، أبو عبيدة حي الشعب الأردني، لأن بالنهاية أنت قريب من الشعوب، يحيي كافة الشعوب اليمنية والعراقية والسورية واللبنانية وحتى في الجزائر وإلى آخره. الآن الموضوع المحاسبة والمناكفة هذه تأتي لاحقا، يعني ما دور كل طبيعة كل دولة عربية الآن ليست بصدد الحديث عن الهموم وثقل الهموم، هي أكثر بكثير ما يجري على الأرض. يعني على وبرأيكم ما الذي تنتظره الدول العربية يعني من أجل أن تدعم القضية الفلسطينية وتدعم هذه الدماء التي تراق؟ السؤال مقطع أستاذ. يا سيدي الكريم، ما الذي تنتظره الدول العربية من أجل حفظ دماء الشعب الفلسطيني والوقوف معه بشكل حقيقي وليس هذا الخذلان يعني الكبير؟ ما الذي تنتظره هذه الدول؟ لماذا إيران تقف مع قضايا الأمة؟ لماذا اليوم إيران هي الداعم الحقيقي للعالم العربي؟ إيران هي جزء من العالم الإسلامي، إيران هي العمق الإسلامي، والذي يقف ليس فقط مع القضية الفلسطينية، وقف معنا أيام داعش، وقف مع قطر أيام أزمته، والكثير من المواقف. وبالتالي نحن اليوم نريد أن نتحدث بصراحة يا سيدي الكريم، هنالك دماء، هنالك معركة مصير على الأرض. نعم طبعا، بطبيعة الحال هذه الدول العربية لها ما لها وما عليها، يعني منذ فترات طويلة وضعت هذه الملوك والرؤساء من أجل قمع الشعوب، وتعرضت حركات الاستنهاض سواء الإسلامي أم الوطني للقتل. إذن هي حكومات مطبعة تخاف على مصالحها ولا تخاف على مصالح ودماء الشعب الفلسطيني. نعم، وهذا ما يؤكد بأن جزء كبير من هذه الدول لها مساهمات في قمع شعوبها، وبالتالي هذا استنزاف كان على صعيد سنوات. طيب التطبيع، يعني التركيع سيدي الكريم، التطبيع، عذرا المقاطعة، عذرا للمقاطعة، التطبيع يعني التركيع؟ التطبيع ليس فقط تركيع، التطبيع يأخذ منحى ثقافي، اجتماعي، ديني، ثقافي، اقتصادي، علاقات، ضرب كل شيء له علاقة بالعامل الوطني. وهذا التطبيع يعني يخرج المحور ويخرج كل من له في البقايا. ما الذي تريده إسرائيل والولايات المتحدة تحديدا من المنطقة؟ هو ضرب المشروع المحور المقاومة في المنطقة. لماذا؟ لأنه يحمل فكرة، مش بس في أمريكا، أيضا الدول العربية، هي تعتبر الدول العربية الرجعية أقصد،
التي لها مصالحها توقفت، وبالتالي أصبحت المقاومة هي البديل لهذه المقاومة، وهي التي بدأت تتحدث. لا تستطيع اليوم هذه الدول أن تقف أمام هذا المحور، أقصد الدول العربية التي تطلب من أمريكا وإسرائيل يعني القيام بمهام ضرب حزب الله، ضرب أنصار الله، ضرب الحشد الشعبي، ضرب المواقع، ضرب إيران، والتهديد بالمشروع النووي في المنطقة، لأنها هي تشكل عمقا حقيقي وفعلي على أرض الواقع لاستنهاض الأمم من أجل على الأقل رفع التبعية والاستقلالية الاقتصادية. لا تريد لا أمريكا ولا إسرائيل ولا حتى الأوروبيين الغربيين ولا حتى الدول العربية التي مصالحها تكمن على عروشها ومتخوفون بأن يحدث أي تغيير في المنطقة. لهذا لاحظ يعني بالأمس كان أحد الدول العربية خرجوا للمظاهرات مصر، تم اعتقالهم. مصر يعني تكلم عن منطقة حدودية وهي الأقرب إلى غزة الموجود، خرجوا ناس يتظاهروا من أجل الوقوف، قام الأمن الداخلي باعتقالهم. ما الذي يعني وفي أوروبا يعني يتم الخروج ويسمح لهم بالخروج، وجامعات خرجوا وما زالوا بالأمن العديد من الدول الغربية. أنا أشكرك جدا، كان معنا يعني عبر سكايب الأستاذ إسماعيل المقدسي، شكرا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. مشاهدي الكرام، فاصل وراجعين. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أستاذ عباس الجبوري، يعني بدأت أن أسألك بخصوص من هي جبهات إسناد الكيان الصهيوني. أستاذ سرمد، واضحة يعني اليوم للمشاهد العربي والمتابع للأحداث الجارية، لعله معركة طوفان الأقصى أوقعت هذه الأقنعة. من كان يتبجح أمام الرأي العالمي والعربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وكان يسوق للناس وللجمهور الداخلي لهذه دولته بأنه الحامي للمقدس، المقدس ومسجد الأقصى وما شابه ذلك، هذه المعركة أوضحت الصورة بشكل كامل. من يقف مع الكيان الصهيوني أولا هي الدول المطبعة بشكل واضح، من ترفع العلم الإسرائيلي في عواصمها. أنا الآن أتكلم بالمحيط العربي، المحيط الدولي واضح دعمه منذ أن أسس لهذا الكيان الصهيوني الغاشم. لكن هذه الدول العربية اللي هذه القضية الفلسطينية تعتبر القضية الإسلامية الأولى والعربية بشكل خاص، يعني بالنتيجة نحن العرب أولى من غيرنا بالدفاع عن فلسطين ومشروع فلسطين، أولى حتى من الجمهور الإسلامي في إيران بالمعنى العربي، يعني دولة عربية في محيط عربي وفي بيئة عربية. بالنتيجة هذه الدول التي بعض زعمائها وملوكها عندما تنظر إليه وهو يظهر بالتلفاز وتشاهد الأوسمة التي توضع على صدره، عشرات الأوسمة، لكن حقيقة الأمر تعبيرنا الدارج بالعراقي عاركة بالواتساب ما عنده، بل بعضهم حتى ما داخل كلية عسكرية وتشوفه حامل الأوسمة والسلاح ويتبجح بجيشه وما شابه ذلك. المطبعين والمتماهين مع العدو الإسرائيلي أولا الدول المطبعة، والدول التي كانت مطبعة لكن بشكل خفي، لكن الآن أصبحت واضحة. وأكبر دليل هذا الصمت المريب لهذه الدول
هذا الصمت اتجاه المجازر والإرهاب الذي يقوم به الإسرائيلي، بل بعض هذه الدول بعد أن حاصر الحوثيين الأبطال وقطعوا كل السفن والبواخر التي كانت تحمل المؤونة والأسلحة إلى الكيان الغاشم، عندما قطع الحوثيين باب المندب، بعض هذه الدول فتحت طريق بري باتجاه الإسرائيليين. هذه الصورة واضحة أمام الشعب العربي. لا يمكن اليوم أن تتغاب هذه الدول وأن تصدر لهذه الشعوب على أنها مع القضية الفلسطينية. دول محورية وتعتبر أم الدنيا بعضها يشبهها، إلى الآن معابر غزة مغلقة باتجاه هذه الدول، وهذا الأمر واضح لنا ولك والإعلاميين وللفلسطينيين. وأنا كنت أتمنى من ضيفنا العزيز في فلسطين أن يكون أكثر وضوحا ويشخص الأمور ويضع النقاط على الحروف ويعرف المشاهدين بالدول التي وقفت مع الكيان الصهيوني. يعني السعودية مدت جيش الاحتلال بالوقود الوقود الذي يغذي الآليات الحربية التي تقتل المسلمين في غزة، وإذن هي تملك فرصة لوقف، فرصة حقيقية كل الدول العربية، كل أشكال الدعم. أستاذ سرمد، كل الدول العربية ما مطلوب من عندها الآن تحمل السلاح وتجابه العدو الإسرائيلي، ما مطلوب من عندها تكون بشجاعة محور المقاومة. كل ما في الأمر هذا الاقتصاد الهائل، هذه الطاقة الذي يمد العالم بأكمله، أكثر من 20 مليون برميل يخرج من هذه المنطقة من مربع الشرق الأوسط أو غرب آسيا كما يعبر البعض، فقط إيقافه ولأيام معدودة، كفيلة بأن تضغط على الفاعل السياسي الكبير الداعم للكيان الصهيوني. دعك من العمل الاقتصادي، على أقل تقدير أعطوا الفرصة والحرية للشعوب أن تعبر عن نفسها. تعرف أستاذ سمد، بعض الشعوب العربية تحاول أن تشارك، أن تساهم، أن تتظاهر، تغلي، أن تعبر، تغلي، هي تتألم لما يحدث في فلسطين، لكن الأنظمة العربية المطبعة تعمل بقوة وبقسوة على أن تكون هناك مظاهرة، تقمع هذه التظاهرات. على أقل تقدير كونوا مع الأحرار، عبروا عن استيائكم، عن رفضكم، عن شجبكم، كونوا بموقف كموقف العراق الساند والداعي للقضية الفلسطينية رغم الضغوط ورغم ما تتعرض الحكومة العراقية سواء عن الضغط الاقتصادي والأمني وما شابه ذلك، لكن أشجع موقف الآن في إن لم أقل بالعالم بعد الجمهورية الإسلامية ففي الموقف العربي، الموقف العراقي شجاع، وهذا ما شاهدنا الكلمة الكبيرة والمدوية لرئيس الوزراء محمد شجاع السوداني في قمة السعودية، كان موقف واضح وصريح وداعي لقضية فلسطين. الآن هذه الشعوب وهذه المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين المهجرين، أين أموالكم من دعم هؤلاء، من إسنادهم، من إغاثتهم؟ لماذا؟ ليش الوحيد البلد الآن حامل على عاتقه دعم وإغاثة الفلسطينيين واللبناني بشكل كبير وواضح ومستدام هو العراق؟ دول غنية تمتلك الأموال، افتحوا الملاجئ، افتحوا الأموال. هذا التطبيع واضح، ما يحتاج أنا أفسر أساساً ولا يحتاج أنت الشخصي، واضح للمتابع، للإعلامي، لأبسط من يملك شيء من الثقافة، واضح من يطبع مع الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني استثمر فرصة وجودك أستاذ جبوري، هذه المعركة صنفت من أهم معارك الصراع، وبالتالي أين الدور الروسي والصيني في هذه المعركة؟ شو أستاذ سرمد، حقيقة يجب أن تقال، هذه المعركة وضعت استراتيجيات جديدة بها ومعادلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة. أولا، لأول مرة يحدث بالصراع الإسرائيلي العربي، أو لا، ليش نقول إحنا العربي؟ الصراع الإسرائيلي مع المحور المقاومة، ماكو بعد صراع عربي، انتهى هذا قضية، صراع انتهى، الناس طبعت واتجهت باتجاه الكيان الصهيوني. لأول مرة من 1948 نجد ونشاهد هناك وحدة ساحات بالدفاع وقتال الكيان الصهيوني، ممتدة من اليمن مرورا بالعراق وسوريا ولبنان والجبهة الداخلية، جبهة حماس والداعم الأكبر والحاضن والأبي الأكبر هو الجمهورية الإسلامية في إيران، وحدة الساحات لم نشاهدها سابقا. التطور الشاهد في يعني تطور الاستهداف، اليوم أصبحنا نمتلك آلة متطورة، أصبحنا نمتلك العدة والعدد، أصبحنا نملك السلاح الذي يوجع الكيان الصهيوني، النوعية في الضربات، النوعية في الضربات وبالاستهداف، هذا لم يكن. اثنين، أثبت محور المقاومة الثبات على الأهداف وعلى المشروع وعلى القضية الفلسطينية، رغم الجراح، رغم السفك بالدماء، رغم
ما فقدناه من شخصية كبيرة كانت تعبر وهي أيقونة المقاومة. كان الأب الروحي للمقاومين سيد حسن نصر الله، ألم كبير، وغيابه يعني ترك أثرا كبير بكل الغيارة بكل الشرفاء، ناهيك عن أبنائه وجمهوره وبيئته في محور المقاومة. الاستنزاف العسكري الكبير التي يوقعه محور المقاومة، واليوم في هذه اللحظات وفي هذه الساعات الإسرائيلي عندما عجز عن تحقيق أهدافه في غزة وعجز عن استرجاع المهجرين في الشمال الفلسطيني أو محاولة خرق عسكري تكتيكي من خلال العملية البرية في جنوب لبنان، ذهب بفتح معركة أخرى. القطاع الغربي، وهذا ما شاهدناه في منطقة اللبونة اليوم في هذا القطاع، حاول الكيان الدخول، لكن رجالات حزب الله أبناء السيد حسن نصر الله أوقعوا به مكيدة كبيرة، وهو الآن يصرح هناك حدث صعب جدا، هذا الاستنزاف العسكري نتيجة محور المقاومة. التراجع الاقتصادي، تعرف اليوم الدولة الوحيدة اللي فيها استثمار كبير هي إسرائيل، استثمار التكنولوجي والاقتصادي وكثير من التفاصيل، أكو تراجع كبير حتى في استثماراته، في مصانعه، في معامله، حتى العملة الإسرائيلية الآن بدأت تراجع بشكل كبير. الهجرة المعاكسة، سابقا الكيان الصهيوني يعمل على استقطاب المهجرين اليهود من خارج الدول حتى يركز ويدعم ويقوم هذه الدولة، الآن بدأنا نشاهد ماذا نشاهد؟ نشاهد هجرة معاكسة. عودة على سؤالك، أنا أعتقد أستاذ سلمت المعركة الجارية اللي هي معركة غزة هي شرارة، ظاهرها صراع إسرائيلي إيراني، باطنها صراع ونفوذ الحضارات والمحاور. الدول الداعمة في بداية حديثي لعله تتذكر عندما قلت أن إسرائيل قاعدة متقدمة للفاعل السياسي الغربي، هم يريدون ويعملون ويجتهدون على أن تكون هذه المنطقة الحاوية على الطاقة في العالم والممرات المهمة التي تمتد من البسفور والدردنيل وباب المندب وقناة السويس ومضيق الهرمز، هم يريدون يسيطرون على هذه المنطقة، من يسيطر على غرب آسيا الشرق الأوسط يسيطر على العالم كله. الدول الروسي والصين التي سألت علي قبل هو داعم لمحور المقاومة، ولعله هناك بعض الأسلحة وهناك معلومة، لعله لأول مرة ترى الصاروخ الفر الصوتي الذي كان بيد الحوثيين هو صاروخ صيني. الدعم والجسر الجوي الذي شاهدناه قبل شهرين أو شهر ونص الممتد من روسيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمعلومات التي تقول بأن الحكومة الروسية قدمت 5 أنظمة متطورة للدفاعات الجوية باختصار الإلكترونية. لم يبقى لدي الكثير من الوقت، يعني بخصوص كلمة السيد سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، اليوم كانت له كلمة مؤثرة جدا وفيها محاور ومعلومات ورسائل، وبعدها انطلقت صواريخ باتجاه حيفا. على كل كيف تقرأها باختصار؟ هي ليست فقط مؤثرة، لكن كنا محتاجين لهذه الكلمة. المجاهدين ينظرون إلى قائدهم، تعرف الشيخ نعيم قاسم ونائب السيد حسن رحمة الله على روحه، فبالتالي كان ينظر. الآن ظهور الشيخ نعيم قاسم دليل على أنه قيادة حزب الله موجودة، وأن القيادة والسيطرة، أي قيادة وقواعد السيطرة مثل ما تحدث عنها الشيخ نعيم قاسم. اثنين، عبر وأكد والتزم حزب الله بأهدافه التي طرحها في أول يوم باستهداف الكيان الصهيوني يوم 8 أكتوبر، إننا لازلنا مع القضية الفلسطينية ولن نوقف ولن نستجدي إيقاف إطلاق النار، وصواريخنا وسنزيلكم. هنا الكلمة كبيرة، سنزيلكم، لن نكتفي بالدفاع عن أراضينا أو سنعمل على إزالة الكيان الصهيوني. أعتقد رسالة كانت مؤثرة وكانت في محلها، وأعتقد أن محور المقاومة كان محتاج لهذه الرسالة. نشكرك جدا، كان معنا الأستاذ عباس الجبوري كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا، شكرا لكل المعلومات. وأيضا عبر سكايب أستاذ إسماعيل المقدسي الباحث بشأن السياسي من فلسطين عبر سكايب، شكرا جزيلا أيضا لانضمامك إلينا في هذه التغطية، وأنتم مشاهدينا مستمرون معكم، إلى اللقاء.